لمزيد من التفاصيل حول قانون الانتخابات ينضم الينا عبر الهاتف سياده اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات. اهلا بك سياده اللواء. اهلا وسهلا استاذ محمد. اهلا استاذ نوران. اهلا بك. بدايه دعنا في تفاصيل اكثر حول القانون رقم 198 لسنه 2017. هو بالفعل السيد الرئيس اليوم صدق على مشروع قانون انشاء الهيئه الوطنيه للانتخابات اللي كان وافق عليه البرلمان مؤخرا. هذه الهيئه انشات تطبيقا لاحكام مواد 3 جت في الدستور، المواد 208 و209 و210، وراعت كافه الجوانب المعتمده دوليا في انشاء الهيئات الوطنيه المستقله للانتخابات. في معايير دوليه اقرتها الامم المتحده والمؤسسات الدوليه العامله في مجال الاصلاح الديمقراطي والانتخابات، تتمثل في ان الهيئه اللي بتتمتع ببعض المعايير هي دي اللي بتاخد صفه هيئه دوليه مستقله. ابرز هذه المعايير هي الاستقلاليه والاستدامه والعموميه والحيلة والنزاهه والشفافيه. فعلا مشروع القانون السيد الرئيس صد عليه اليوم ونشر في الجريده الرسميه بيعتمد هذه المعايير، فمن حيث الاستقلاليه نص على انها هيئه مستقله ذات شخصيه اعتباريه ولها موازنه مستقله ومستقله تماما في كافه الجوانب الفنيه والماليه والاداريه. العموميه بتختص بجميع انواع الانتخابات والاستفتاءات في مصر بعد ان كانت هناك لجنه للانتخابات الرئاسيه ولجنه اخرى للانتخابات البرلمانيه ولجنه ثالثه للانتخابات المحليه، هي بتختص بجميع انواع الانتخابات في مصر. من حيث الاستدامه هي مجلس الاداره مدته 6 سنوات وبيحصل تجديد نصفي كل 3 سنوات بحيث يضمن الاستدامه مع التفرغ الكامل والندب الكلي لهذه المهمه العريقه والساميه والهامه في مجال تنميه الديمقراطيه في مصر. الحيده والنزاهه والشفافيه من خلال مجموعه من الاجراءات واختصاص الهيئه بكل ما يتعلق بالعمليه الانتخابيه بدءا من اعداد قواعد بيانات الناخبين وحتى اعلان النتائج النهائيه. سياده اللواء، برايك كيف سينعكس ايجابيا هذا القانون وانت تعلم انه جاء ايضا في الدستور وهذه اللجنه منصوص عليها في الدستور؟ هذا القانون ياتي في اطار تدويل او جعل الدستور على ارض الواقع، كيف سيؤثر على المرحله المقبله برايك؟ هو توحيد الجهه المنظمه للانتخابات بحيث انها تتولى تنظيم كافه انواع الانتخابات والاستفتاءات العامه في مصر، ايضا التفرغ الكامل من جانب اعضاء مجلس الاداره والجهاز التنفيذي المعاون لها، الاستدامه اللي تم تحقيقها من هذا الشرط، انتقاء العناصر بشروط معينه ومواصفات وزاوية من زاوية الخبره وعناصر قضائيه بشروط معينه وضمان سن مناسب لسن التقاعد. نعم. كل واعطاء كافه الاختصاصات. نعم. الخاصه بالعمليه الانتخابيه وكل اجراءاتها، كل دي امور بتدعم مسيره الاصلاح الديمقراطي في مصر. اشكرك. وبتجعل مصر في مكانه متميزه. وسط دول العالم اللي بتتبع هذا النظام. شكرا جزيلا سياده اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، كنت معي عبر الهاتف من القاهره.